أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار، سأكون معكم معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال الروضة الأولى. سيكون درسنا لهذا اليوم هو درس حرف الواو. سوف نمارس أولاً مهارة الاستماع. سوف نستمع إلى نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. استمع عزيزي المتعلم إلى نص قراءة حرف الواو. اسم الدرس عصفور وسيم. وقف عصفور صغير على وردة حمراء، رآه وسيم وقدم له الحبوب والماء. هل رأيت عزيزي المفكر الكلمات التي يوجد فيها حرف الواو؟ الكلمات هي و و وقف، عصفور، وردة، وسيم، وقدم، الحبوب، والماء. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الواو. أيضاً عزيزي المتعلم، سوف نستمع إلى قصة حرف الواو، وهي قصة تتحدث عن الوطواط. سوف تقوم أيضاً بترتيب أجزاء القصة، وسوف تقوم أيضاً عزيزي الطالب بتلوين الوطواط وتلوين حرف الواو. أيضاً سوف ننتقل خلال هذا الأسبوع إلى مهارة القراءة، وسوف نقوم بقراءة كلمات يوجد فيها حرف الواو ككلمة وردة، أيضاً كلمة وطواط، ورود، كلمة وحيد. وهذه الكلمات موجودة في قصة الوطواط. أيضاً سوف نقوم عزيزي المفكر بممارسة مهارة الكتابة، حيث أنك سوف تقوم بكتابة حرف الواو من خلال تتبع النقاط أولاً، ومن ثم سوف تقوم بكتابة حرف الواو بدون تتبع النقاط. آخر تمرين في كتاب اللغة العربية هو أنك سوف تقوم بإيصال ألوان الولد وملابسه وبين ملابس البنت وألوانها. إذن عزيزي المتعلم، هذا كل ما لدينا عن حرف الواو. شكراً لكم، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكراً لكم.